حسين، أنا مش عارف أشكرك إزاي. على إيه بس؟ على كل اللي أنت عملته معايا ووقفتك جنبي، خصوصاً في موضوع الانتقام ده. أنت مالكش أي مصلحة، تعب نفسك مشاوير، معرض نفسك للخطر. يا جدع عيب عليك ما تقولش الكلام ده. ابنك هو ابني، وبعدين ترك هو طاري. بقول لك يا عبد الرحمن، كل خطوة بنخطيها مع بعض زي ما بتبرد نارك بتبرد نار أنا كمان. أنت أصلك ما تعرفش غلاوتك عندي وعند أبو حماد إزاي. وبعدين يا سيدي، بكرة كلنا هنفرح بيك، وانت هتفرح كمان لما ترجع لك الذاكرة وتفتخر بكل اللي انت عملته. جاهز؟ جاهز. خلي بالك عبد الرحمن، ده طلبك من الأول. تلاش عايزك تخلص كل حاجة من غير ما حد يشوفك. لو حد شافني هبقى آخر حاجة شافها في حياته. تعالى نايم البت هنا. الحقنة في التلاجة، خش هات. يلا خلص عليه. ماتت. تمام، تصرف في جدتها بقى.
مش عايز حد من أهلها يعرف إذا كانت عايشة ولا ميتة، عايزينهم يتلابوا في أمرها، مفهوم؟